شيخ طارق على هذه المبادرة. أنا جئت برسالة بسيطة، أنا في مجتمعاتنا العربية وبعد ثورة 25 يناير لمسنا أمورا نريد أن ننقذ بها مجتمعاتنا. هناك أكثر من 1200 منطقة عشوائية، منها 33 منطقة غير آمنة، يعني عشوائية ولكنها غير آمنة، يعني ممكن تقع زي ما حصل في القاهرة في صخرة الدويلة. هذه المناطق لا تمثل بيوتا وإنما عشش من الأخشاب والصفائح بلا سقف. إحنا اخترنا أن نقدم نموذجا لخمس مناطق بخمس مدن في مصر: القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والمنيا، كتجربة أولى قدمنا لها هذا المليار. وعلى أن ينفذ هذا المشروع هو القوات المسلحة، لأنها قدمت أعمالا مدنية كثيرة في مصر على مدار 50 سنة، وهي كانت من أول المتبرعين وتبرعت ب50 مليون في بداية الحساب، والحساب تبع البنك المركزي بحساب خاص 3 5 3 6 على 7 البنك المركزي. كل واحد ممكن من اي بنك يقدر يتبرع، ممكن عن طريق اقاربه في مصر يتصل بيهم وهم يتبرعوا، يعني اي شكل من الاشكال. ليس فقط هذا المشروع لبناء الحجر وانما ايضا لبناء البشر. هؤلاء البشر فيهم اميين، فيهم تعليم، التعليم فيهم بلا عمل بطاله. سوف نقوم كل هذه الامور بتنميه بشريه. سيكون في كل منطقه مستشفى. ودكتور طارق يعني وعد بانه يقدم 5 مستشفيات دول الجاليه المصريه، تستطيع انها تبني الخمس مستشفيات في هذه المحافظه. ده كرعايه صحيه، هناك ايضا محو اميه، هناك صناعات صغيره ستنشا في هذه المناطق للعاطلين والبطالة. لان ما يهدد مصر حقيقه الان هذه العشوائيات. كنا نعتقد انها ستكون ثوره ابداع، ولكن الحمد لله كانت ثوره مطالبه بالحريه وبعدم القتل. ولكن ظهر الان هؤلاء الابداع اللي كنا شايفينهم، وكان ممكن انا من سنه 2003 وانا بحاول اعمل هذا المشروع، وانا كنت عارف ان مصير الاموال اللي هتتلم مش ضامن هتروح فين، ولكن الان بدنا شايفين ان النهارده مصر بتاعتنا وهذا المشروع بشفافيه. القوات المسلحين بتنفذه، ولا يملك احد انه يسحب مليم من الحساب المركزي الا بتفويض فقط عن طريق الجيش لعمل هذه المدن الخمسة. أتمنى أن المسألة تستمر عشان نقضي على 1200 منطقة عشوائية، وجزاكم الله كل خير. فكما قال أستاذنا الكريم، تعهدنا إن شاء الله مش بس الجالية المصرية، الجالية المسلمة في غزة، أن نبني 5 مستشفيات في هذه المناطق الخمس العشوائية إن شاء الله. نداوي المرضى ونطبق الجرحى ان شاء الله، وتكون صدقه جاريه ان شاء الله. هذا المشروع 1000 في 1000 هو المليون الاول في اجل بناء هذه المستشفيات الخمس ان شاء الله. اخواننا يعني قالوا في قليل ان احد الاخوه من تونس تبرع ب 1000 يورو ليكون اول من يكتب اسمه في هذه المسجد في 1000 يورو. والله ليس بغريب، يعني ربما الاخوان استغربوها. انا متوقع ان اخواننا في تونس والمغرب والجزائر قلوبهم اكثر من قلوب المصريين خوفا على مصر. والمره القادمه ان شاء الله يجمع المصريين لاجل بناء عشوائيات في هذه البلاد. حتى انا بامر من اخونا الاستاذ محمد ان هذا الامر ان شاء الله يسعى في ان يكون عربيا تنشا جمعيات كهذا الشيء في كل البلاد التي تحتاج الى هذا الضرر. نحن لهؤلاء وهم لنا ان شاء الله. من اراد ان يسجل اسمه في هذا المشروع 1000 في 1000 ان شاء الله يأتينا يسجل اسمه بمشيئه الله، اما في المكتب او عند الاستاذ احمد انور من الاغاثه الاسلاميه. من اراد ان يتعهد بشيء الان يتفضل، اذا اراد يتعهد الان ان يكون من هؤلاء الالف. واخواننا يعني سبقوا الخير ودعونا لهذه الاموال، فاسال الله عز وجل
بألسنتهم، وبمشيئة الله نحن نريد أن نشكل لنا هنا في فرنسا بالتعاون معهم هناك ولإطارة هذا المشروع بالاشتراك مع الناس الإسلامية، وحين تحدد الأمور إن شاء الله أخبركم بها بمشيئة الله عز وجل. أنا أسأل الله عز وجل أن يجعل خطوات هذا الرجل كلها، وهو خرج من بلده منذ 20 يوم وبقيل كمان حوالي يعني أكثر من 10 أيام شهر تقريبا، أسأل الله أن يجعل كل هذه الخطوات في ميزان حسناته، وبكل خطوة قضاها أسأل الله أن يرفعه بها في كل درجة، وأن يخفف عنه من ذنوبه بها مرة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في ماله وأهله وولده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك فيكم أجمعين، وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل يحب أن يقول شيء إن شاء الله؟